الحبيب سأله سائل: أي الإسلام أفضل؟ من مسلم أفضل مسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك عفو اللسان عفو اليد طاهر الجنان خير عباد الله على الإطلاق. ولذلك أفضلنا مخموم القلب. من مخموم القلب؟ هو الذي ليس في قلبه أذى للمؤمنين، هذا أفضل الناس. حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، هو أفضل من المتعلمين المتغطرسين أو الذين يؤذون الناس بألسنتهم أو يحملون الضغينة عليهم. ولذلك إيذاء المؤمنين له صور، وفي درسنا هذا سنتحدث عن جملة من الآذاء من الإيذاء، وبعضها كبيرة من كبائر الذنوب. يستحل بعض الناس إيذاء إخوانه وما علم أنه بذلك يبعد عن مولاه. لذا أبدأ بعد إذنكم معاشر الأحبة، وقبل أن أبدأ بالصور، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فصاح بأعلى صوته، أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. لاحظ، قال يا معشر من آمن بلسانه، صورة، لكن الناس يعيرهم، يشتمهم، يحسدهم، يغل عليهم، يقطعهم، يستبيحهم، يتحدث فيهم، يشوه سمعتهم، يعيرهم، يلعن، يشتم، يؤذي بسيارته، بأولاده، إلى غير ذلك. لا تؤذوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم، وفي رواية ولا تعيروهم. فجعل المؤذي للمؤمنين هذا إيمانه ادعاء وكذب، هو ناقص الإيمان، إيمانه لا يتجاوز لسانه. ترى بعض الناس يدخل المسجد فيستعيذ أهل المسجد منه، مع أنه أول من دخل، لا حول ولا قوة إلا، ويصلي وراء الإمام بعد. وما هذا اللي الشر اللي يتحرك فوق الأرض هذا؟ ما هذا الذي إذا دخل مجالسنا انقطعت الابتسامة والأنفاس؟ أبو فلان جاء، اذكروا الله، سبحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، حوذ بالله، هذا شر الخلق. هذا لو حفظ القرآن والصحيحين معه من شرار الأرض، بل أبغض الرجال إلى الله. من هو يا رسول الله؟ في حديث أم المؤمنين عائشة قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يؤذي الناس بلسانه وبقلبه، ويتحدث في غيبتهم، بل ويبهتهم، ويزيد في الكلام على ما هم فيه، يكذب، يغتاب، يبهت. والبهتان هو الكذب وذكر الكذب في غيبة مؤمن، فيجمع بين الكذب والكذب والبهتان. لذلك نحن في زمن نحتاج إلى أن نصعد المنابر والمنصات الدعوية ونقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين. وبعض الناس يؤذيهم من حيث لا يعلم، والعبرة ليس في أنا وأن، العبرة في المحيطين. لماذا الناس يقول: يا شيخ الناس ما يحبوني؟ المشكلة مهم في الناس، الله فيك أنت، الله يجزاك خير. ماذا أفعل؟ لماذا يحبون غيرك؟ لماذا ينشرح صدورهم لاستقبال غيرك؟ لماذا الناس يهضمون غيرك وأنت لو يشربون عليك سطل أسيد ما بلعوك؟ أسيد ماء البطارية، بعض الناس لا يبلع به من حدته وشدته وكربته. المشكلة أحيانا في أنا، نفور الخلق عني بمشكلة. ولذلك من أفضل الناس؟ الهين اللين، أهل الجنة كل هين اللين. حبيبنا كان عليه الصلاة والسلام يأمره الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انفضاض الناس عن بعضنا هو سبب حقد في قلبه، حدة في لسانه، حدة ولدادة في طباعه، فظاظة عندما يخاصم يفجر، إذا خاصم فجر، وإذا غضب جعل عاليها سافلة، مسكين هذا. إذن إيذاء المؤمنين كبيرة،
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا زور، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهنا نقول يحذر المؤمن أيها الأحباب من الإيذاء. لما؟ لأنه قد يحبط العمل. تصلي 20 سنة ويوم القيامة من المفلسين أمام جسر جهنم، أين ذهبت صلاة 20 و40 و60 عام؟ ذكرت امرأة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، فيها مشكلة واحدة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. لاحظ، ليس بيدها، هي بلسانها بس، لسانها مترين، وما شاء الله تقرقر وتلغي وترغي، وهتصها فلانة ما هي طيبة، وفلانة ما شايفة نفسها، وفلانة زوجها فعل، وفلانة، وتخبب هذا على تلك، وتتحدث في أعراض الناس والناس يتحاشون. طيب صلاة تنتهي من الركعتين وتبدأ تعطيك كبيرتين، ثم تعود للركعتين من جديد، تصلي الضحى وتصوم الاثنين والخميس، والأيام هذه أيام البيض صايمة أم فلان، وتقوم تالي الليل وسجادتها تحتها وعباءتها أو عباءة الصلاة على رأسها. ذكرت هذه المرأة عند رسول الله فقال: لا خير فيها، هي في النار. في النار، أين ذهبت الصلاة الطويلة؟ أين ذهب الصيام؟ أين ذهبت الصدقات؟ تؤذي الإيذاء محرقة للحسنات، إيذاء المؤمنين محرقة. ولذلك المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه، لا يظلمه، ومن ظلمه إيذاؤه. وذكرت امرأة عند رسول الله قليلة الصلاة أي النافلة، قليلة الصيام أي النافلة، وتتصدق بأثوار الأقط، أكياس كبيرة من الأقط الذي هو اللبن المجفف، اللي لا يعرف الأقط ويسمونه بعضهم أقط وبقل وإلى غير ذلك، وهو من طعام العرب قديما. هذا كان من أنفسها، لأنه لبن مجفف ما يتقدم به إلا من كان غنيا. كانت سلم المسلمون من لسانها وتتصدق على قلة صلاة وصيام، قال: هي في الجنة. الله أكبر. لما حفظت عبادتها القليلة من إساءتها للمؤمنين أدخلها الله الجنة. المفلس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام صاحب صلاة وصيام وصدقة، لكن يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، هذا المسكين هذا وين صاحب؟ فينقض الغرماء. صدقون بعضنا له 30 سنة يصلي لغيره، الآن بنطلع بعد الصلاة وبعضنا يقول: فلان ما في خير، خلاص راحت صلاة المغرب، الله يحسن عزاك، راحت للي ما في خير هذا، حتى ولو كنت صادقا أنه ليس في خير، لأن جريمة الغيبة جريمة الصادقين، تذكر ما فيه بس في حال الخفاء خلف ظهره، إذن هذه الغيبة. لو كان ما فيه الكلام اللي تقوله هذه بهتان أكبر أكبر. ولذلك معاشر الأحبة، الحديث عن إيذاء المؤمنين واجب، لأن بعض الناس يعتقد أن فعل الطاعة ينجيه. لا، مع فعل الطاعة اترك المعصية.